حاجة حلوة كده ان انت يكون عندك موهبة ومتميز في شيء، خصوصا كمان لو الموهبة دي فنية. ويمكن احنا بنشوف على مدار كده تاريخ برنامج ان بوكس احنا بنكون دايما داعمين لكل المواهب، بس برضو بنسلط الضوء على الناس اللي بتستخدم موهبتها في شيء ممكن يكون مفيد للمجتمع، ونقدر نقوله كده يعني اللي هو ايه، ربنا اداله موهبة فقرر ان هو يعني يتاجر بيها مع ربنا، فدي ممكن تكون حاجة مهمة وحاجة حلوة جدا. لكن برضو مع مرور الوقت بنشوف ان فعلا في ناس متميزة جدا في العزف، ومش اي عزف، يمكن الالات كتير جدا. لكن ضيفنا النهاردة محمد عادل عازف الكمانجة، قرر ان هو يستخدم موهبته في نشر البهجة زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو قبل ما اتكلم معاك. وخلينا كده نسلم على محمد ونعرف منه كل التفاصيل. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله سلك. كل تمام، منورنا. ربنا يخليك يا رب. انا مبسوط والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله كويس؟ الحمد لله. مبسوط والله ان تاني مره اكون معاكم، يعني طبعا دي حاجه تشرفني والله. ده شرف لينا يا محمد. محمد طيب، يعني نسترجع برضو كده ونعرف كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، حابين نتعرف عليك اكتر وعلى دراستك. هل درست مزيكا ولا لا؟ بدات مسيرتك امتى؟ انا محمد عادل من مصر، متخرج من تجاره عادي، بقالي في الميوزك عموما 10 سنين تقريبا. ما درستش مزيكا، درست مع دكاتره وفي الكونسرفاتوار وكده، بس يعني كبرايفت يعني. كورسات يعني؟ كورسات برايفت وكده، بس يعني ماشي. كملت بعد كده بقى اللي كان بدا ظهوري في حته البلكونه، اللي هو ترند البلكونه ايام الحظر كورونا بالظبط. بعد كده بقى بدات الاقي الوي او الاتجاه بتاعي ناحيه فكره جديده كده، كنت انا يعني بتفرج عليها كتير في اليوتيوب، اللي هي ميوزك ثيرابي او العلاج بالموسيقى. لقيت الموضوع ده يعني كان شغف ليا اكتر. بدات اتجه بقى في حته ان انا اعزف في دار مسنين، في دار ايتام، في مستشفى بهيه 57. لقيت الموضوع بقى فيه يعني غير السعاده اللي هم بياخدوها، انا بكون مبسوط اكتر جدا يعني. قريت ايه عن الموضوع ده؟ قريت بقى فكره بقى ان حد بيعزف في عمليه جراحيه مثلا لايف، وبناخد فيديو للمريض قبل ما ياخد البنج، وبعد كده بياخد بنج كلي خالص. بعد ما يخلص بيبقى بيديله فيديو تاني وبيقولوا انت حسيت بايه. المفاجاه بيبقى سمع بصوت ميوزك عموما، والمفروض بيبقى في وجع بعد العمليه ما بقاش يحس بيها اكتر. حاجات كده خلتني ان انا احب ان اعمل حاجه زي كده فيما بعد. بس طبعا لازم دراسه بقى وكده، فبنسعى ده يعني ان شاء الله. بص بصراحه هي فكره عظيمه، ويعني فكره خارج الصندوق، نقدر نقول يعني ان هي ممكن تكون من فعلا من احلى الحاجات الانسانيه اللي ممكن يكون واحد سمعها في حياته. بس خليني برضو اعرف منك جانب اخر، انت اشمعنى اخترت اله الكمان؟ اشمعنى الموضوع جه معاك كده؟ وهل في الات تانية ولا هو الكمان؟ بعزف بيانو وبعزف جيتار، عندي استوديو بره خاص ليا، بلحن وبوزع وبالف ميوزك وكده. حلو قوي. اللي اخترت الميوزك الفاينل ليه اكتر، كنت بسمع لحد اسمه ياني، او حد معروف قوي بيانو. حد اسمه ياني؟ بس انا كل ما اقول لحد ياني فبيقول لي مش عارف ياني. مين ياني؟ يعني كان ليه اكبر من اكبر حفلاته كانت عند الاهرامات طبعا، هنا في مصر طبعا. اكيد طبعا. كان بيعزف برضه معايا عازف مشهور اسمه سافي ريفينيان، كنت بسمع له ساعتها، فهو اللي اداني بقى المود ده قوي. وكان اخويا بيمثل، فيعني كان بيبقى في تراكس كده بياخدها فبيسمعها لي وهو في المسرح مثلا حاجه زي كده، فكانت عجباني جدا فدخلت الموضوع من هنا يعني. حلو قوي. ايه رايك نسمع اول حاجه؟ يلا بينا. وانت بقى بتركب الكمانجه بتاعتك قول لي، هي ليه شكلها مختلف عن الكمانجه التقليديه؟ بصي، هي مش جديده، هي معموله بره عادي، بس ممكن هنا في مصر مش منتشره قوي. انا بس عامل فكره جديده فيها، اللي هي فكره الاسترس اللي موجوده عليها. ده انت اللي عامل اكتر، وفي برضو الاضاءه بتاعتها. حلو ده. مازنجر ده. حلو ده. دي غير اللي فاتت. اشكال بس كده بتعمل شو اكتر. دي غير محمد القديمه بتاعت البلكونه. بتاعت البلكونه اللي هي الاكوستيك او الخشب. تمام. بس لا، التقليديه اللي احنا كلنا بنشوفها العاديه، صح؟ بالظبط. ماشي، يلا يلا بينا. يا سيدي الله، قلت نبدا بغنى بايرت. يعني حزن بس احلى حاجه. لا هو بحس ان كل اله ليها المود بتاعها، المود بتاعها وصوت معين. يعني انا لما بسمع مثلا كمانجه بحس بحزن او بشجن، او بتحس ان هي بتحرك مشاعرك بشكل عام. اخر تراك هيبقى حزن، لا مش قصدي، مش قصدي. يعني تريكين تانيين، بس حاجه انا اقصد ان هو علميا. ايوه. هل فعلا هي بتتوظف في الحزن احلى؟
يعني هو انا بتوظف الحزن احلى، بس برضه في الحاجات اللي فرايحي بتبقى حلوه جدا. ما سمعنا من شويه في تيست كده سمعنا، لا في هيصه جايه كمان شويه في موضوع كبير قوي اللي شفناه برضه حلو قوي. طب انت يعني ازاي فكرت بقى انك تدخل يعني القصه الخاصه شويه بانك ممكن تساعد كبار السن والمرضى والاطفال؟ يعني الموضوع جه معاك ازاي وازاي بترتبه برضه؟ هي بدات معايا بالشارع الاول، كنت بعزف في الشارع فلقيت الاندماج الناس كان حلو جدا. كنت بعزف برضه في فتره كده في شبرا خيمه، وهو مثلا بيعمل بالقوطه او بالليمون او باي حاجه وبعزف، هو انبساطه ده خلاني ان انا اتحفز اكتر ان اعمل حاجه احسن. يعني مستشفى بهية انا مش فاكر بالظبط جات لي ازاي، بس يعني كان دايما كانت بتجيلي من الصفحه بتاعتي من الفيسبوك ان مثلا ايه رايك تيجي تعزف عندنا الكلام ده. فروحنا مره رئيس ماسك المستشفى يعني عجب الموضوع، خلينا كل سبت كل سبت لازم نعمل وهي بتاكل الكيماوي حبيب. كان برضو النتيجه كانت حلوه وهي بتاكل الكيماوي، كان الموضوع بيبقى صعب قوي ليها. فالميوزك يعني بتلهيها شويه عن اللي هي حاساه. بعد كده بقى بدات اخد الجانب ده اكتر بقى في دار المسنين والايتام، و يعني ده كان اكتر يعني وبنطلع معاهم رحلات كمان وبنعزف لهم هناك. بس خدت بقى الجانب ده بقى في مكان تاني خالص، اللي هي اللي انا بحبه اكتر للميوزك، لو الميوزك سكور او الموسيقى التصويريه. كنت باخد مشاهد من فيلم معروف زي مثلا عادل امام الزهايمر او سعيد صالح، باخد مشهد مثلا واعمل الميوزك بتاعتها، مشاهد اللي فيها ممكن يكون قلنا نقول فيها دراما بالظبط بالظبط. هي كانت بروسيس بحبه قوي، فكره ان انا اطلع اللي هو حاسه او عايز يقوله، والميوزك بتساعد على بتعبر اكتر من غير كلام، صوره وانت بالمزيكا، فهي المزيكا بتطلع الكلام لوحدها وهو بيتكلم بيقول المشهد بتاعه عادي. بس يعني الحمد لله حتى لما نزلتها توظيف موسيقي، يعني توظيف اكاديميه اسمها التوظيف الموسيقي طبعا يعني. بالظبط، فجابت بقى مشاهدات كتير. لقيت برضو التوظيف من ناحيه الميوزك سكور دوت مكاني اكتر، يعني بحس يعني اللي هو ايه كان ربنا بيوجهني الحاجه يعني بالظبط. فده بتعاون عموما ان شاء الله يعني لو اللي فيما بعد طبعا يعني فيلم طويل او مسلسل نعمل حاجه زي كده. وعامل بقى زي ميني البوم صغير، ده حاجه جديده لسه هنزلها في شهر واحد، في شهر واحد يناير اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وفي ميوزك منها هنعزفها دلوقتي ان شاء الله. هي فكرتها ان انا بجيب اغاني قديمه زي اللي احنا نسمعها دلوقتي ليلى مراد، واعملها ديب هاوس يعني ومختلفه شويه، ومنها تراكات بتاعتي. حلو حلو بس. لا ده احنا نسمع بقى احنا اخر مره نمسك بقى الكمانجه دي، خلينا نشيل الهم بقى حزام، كنت شايف تلبس حزام طلع حزام. الله لا لا اسمح لي اسقف لك من قلبي. الله بجد شغل حلو قوي بجد يا محمد، ممكن نكمل بيها كده بقى. هو شكلك حلو برضه محمد، شكلها لطيف والله لطيف يعني، هو جزء جزء لا يتجزأ منك محمد. لا بجد اول حاجه طبعا يعني انت طبعا تعبيرات وشك وجسمك هو مدخلنا معاك اكتر كمان في الحاله اللي احنا بقينا قاعدين، عارف يعني احنا بنعمل زيك غصب عننا من كتر الانسجام. هل ده بيبقى ليه علاقه اكتر بـ 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 بصوت معين ممكن بيطلع من الكمانجه، ولا ده ممكن يكون انسجام او انت مركز في الحاله اكتر؟ تفاصيل انا بقى معمل تفاصيل وش تفاصيل وشك وحركه جسمك والحاجات دي كلها، لا هي يعني اندماج اكتر بالنسبه لي في الميوزك. فهي بتطلع بقى مثلا لو مصدقها انت هتصدقها، لو مش مصدقها انت مش هتصدقها كده يعني. لا احنا صدقنا عشان انا كان قاعد راكز ومستمتعين جدا. طيب ان شاء الله يعني لسه هي في 6 تراكات بس، من ديت 3 تراكات و3 انا مؤلفها. حلو قوي ان شاء الله. بعيدا عن العمل التطوعي، ايه ابرز الحفلات اللي انت عملتها وشاركت فيها؟ انا عزفت قبل كده لو مع مطربين، عزفت مره مع حمائي في اسكندريه، وعزفت مع استاذ علي حجار واستاذ اماني بحر درويش. حفلات انا بقى اعملها كان في شهر 9 اللي فات، هي الحفله الوحيده اللي عملتها باسمي وكان في حضور ليا يعني ومع الباند بتاعي وكده. بعد كده بقى حسيت ان انا مش عاوز اعمل حفله الا لما يكون معايا تراكات يعني خاصه بيا، احسن ما اطلع واعمل كفرز بس يعني اغنيه معروفه واعمل عليها بالفايولين. حسيت ان الموضوع يعني تراكات كتير قوي، عايز تعمل، حسيت عايز اعمل حاجه ليا انا بقى انت جديد. بس برضه خلي بالك انت عامل شغل حلو جدا، حتى لو شغل قديم مثلا زي الشغل مثلا لكوكب الشرق ام كلثوم لعبد الوهاب. طبعا كل الحاجات دي حاجات كبيره جدا وحاجات صعب برضو التنفيذ عليها، انت حولتها، بتعرف ازاي تعمل المعادله الصعبه بين القديم والجديد؟
واللي بيخلي برضو الواحد قاعد مبسوط وفي مود حلو. انا مش عايز اتكلم كتير برضو، ولا احنا عايزين نتكلم كتير، عايزين نسمع اكتر. ماشي. نسمع ايه تاني؟ ردا بس على سؤالك، عشان ده يعني بحب السؤال ده بصراحه. هو في ناس كتير قوي كبار في السن بيشايفين ان القديم، والله وفي ناس برضه صغيرين يعني شايفين ان القديم هو الاساسي يعني، ف هو تاريخنا هو احنا. بس الميوزك فيه تطور والله كتير قوي، فحبيت ان اعمل ده بقى، ده اللي هو اجيب حاجه قديمه واعملها، مع ان ده مش جديد. صح. هو في ناس عملوه قبل كده. بس كل واحد بقى ليه السنس بتاعه يعني وكده. صح. بصمته بقى اساتذتنا يعني في الاول وفي الاخر مختلف. طبعا هو الجذر او الاساس طبعا، بس الميوزك اتطورت عموما، وفي بقى الاحسن. صح. والاحسن وهكذا. بس يلا بينا نسمع ايه؟ حاجه لاحمد سعد. ماشي. انا بحبه بصراحه. ايه اليوم الحلو ده؟ يلا بينا نفرفش. لا شغل حلو جدا يا محمد بجد والله. احنا مراعين ان احنا على الهوا. احنا مراعين ان احنا على الهوا والله. ايه الصعوبات يا محمد اللي واجهتك لحد دلوقتي يعني؟ ممكن العلاقات او المعارف، ان انت لازم، انا يعني احيانا ممكن بنشوف كده ان هو مثلا عشان توصل انك تعمل كذا بيبقى محتاج مثلا علاقات. او زي ما بيقولوا مثلا واسطه وكده. انا مش بقتنع بكلمه الواسطه ولا حاجه، بس احيانا بتلاقي نفسك مثلا ممكن مش غرور والله، مثلا بتبقى شاطر في حاجه معينه بس مش عارف توصل لدي علشان مثلا مش معاك العلاقات اللي مع حد. ما انت معانا اهو يا محمد وتاني مره وبتاع، في ايه يا اخي؟ يعني قصدي مثلا ممكن في الميوزيك الموسيقى التصويريه مثلا الحاجات دي للاسف المخرجين بيبقوا شايفين مثلا اللي هو انت طالع معايا، فبيفضل في كل الافلام بتاعه هو ده. هو بص يا محمد، هو الفكره مش في كده، الفكره ان هو في ناس يعني موجوده في الشغلانه دي بقى لها سنين. ايوه. وناس ليها اسمها بقى لها فتره كبيره جدا وبيعملوا اكبر الاعمال، وانت اكيد عارف اسمائهم يعني. أيوة. بدون ذكرهم. أيوة. فاكيد عشان انت برضو تخش من ضمن الناس دي وتكمل برضو المسيره، محتاج ان انت تسعى اكتر، محتاج ان انت تخبط على الابواب وما تيأس، تحس ان انت برضو انت عارف موهبتك وحجمها، وانك برضو تعرف ازاي توظفه، وهيجي وقتها ما تقلقش. بالظبط. لا وكفايه ان انت برضو بتحاول وسعيك، وزي كمان منوره قالت اهي، انت للمره الثانيه معانا، واكيد كل اصحابنا بيشوفونا مبسوطين بيك جدا من خلال الشغل بتاعك. صح. وكمان نزل الشغل بتاعك برضو على السوشيال ميديا، هنتشر اكتر. فوقتك جاي. يعني انا بص يعني انا، انت فاروق قلت الكلام اللي يعني كان جوايا ان انا عايز اقوله له. يمكن احنا بنقول لك الكلام ده من نبع واقع احنا عشناه كلنا بمختلفنا يعني، لان ده بيبقى طبيعي ان انت تمر بيه. حته انت قلت كلمه في النص قبل ما نسمع منك حاجه، انت قلت كلمه يعني هي واسطه او علاقات. يعني لا، هي ممكن تبقى العلاقات دي بتيجي مع احتكاكك من شغل، مع السعي، بتيجي تعرف فلان، بتيجي تعرف فلان، وبعدين في الاول وفي الاخر موهبتك وشغلك وتميزك واستمرارك، الاستمراريه ما بتعطلش في النص. خصوصا الفن لما بتعطل في النص بتتنسي للاسف يعني. هي دي حاجه في مختلف الـ طبعا الـ يعني نقدر نقول ايه، المجالات جوه المجال الفني بصفه عامه. فان شاء الله يعني توصل للمرحله فعلا، ودي مقتنع بيها جدا ايا كان يعني. انا بس الفكره بقول لك اللي هو ممكن من الصعوبات دي. لكن اللي انا بعمله على طول، لا الاستمراريه دي انا تقريبا كل يوم. ما لحقش يقول يعني تاني صعوبه بتقابله. ايه تاني صعوبه بتقابلك يا محمد؟ ولا هي بس موضوع الانتشار؟ مش في دماغي قوي دلوقتي. طيب كويس الحمد لله يعني مفيش صعوبات. طيب كويس، حلو قوي حلو قوي. طيب نسمع ايه بقى؟ هو انا مش محضر حاجه ماينس، بس ممكن نقول بقى حاجه لو انتوا حابين حاجه معينه. يلا. انت حابب ايه؟ هو اعتقد ولا ايه؟ ما انا نطلب احنا. لا هو يتمخمخ كده يعني. شوف طب حاجه فرفشه، حاجه حلوه كده لعمرو دياب مثلا، حاجه يكون حافظها. ده قصدي. او بهاء سلطان. بهاء سلطان مثلا. بهاء سلطان ممكن. تعالى اللعب. يلا. حسس لنا، حسن المود عندنا، عارفه اللي هو يعني قاعدين مبسوطين وبنهزر وبنضحك. ده بسببك يعني. تشرفني. غيرت لنا المود يا محمد بجد والله، ودايما كده بتنورنا. موهوب وشخص محترم وجميل. انا مبسوط والله ان انا حضرت تاني مره عموما في انبوكس. دي حاجه استنى شفتكم تاني عموما يعني. سي محمد نورتنا. نورتنا يا محمد. ربنا يوفقك وربنا يا رب كده يعني يكرمك وينجحك اعلى النجاحات الفتره اللي جايه دي كلها يا رب ان شاء الله. وطبعا بشكر اهلك ان هم يعني خلوك شخصيه محترمه ومتزنه وجميله وموهوبه. انا بشكرهم اكتر عموما. شكرا جدا يا محمد. طيب احنا هنطلع معاكم لفاصل، وبعد الفاصل بقى ايه لكل محب الابراج بقى، ها، علم الفلك والابراج مع سابي. اي حد عنده استفسار بقى عن الابراج والتوافقات والكلام ده كله خليكم معانا. يلا بينا.